الأسبوع اللي فات كنا بدأنا حوارنا مع الفنان المتميز إياد نصار. النهاردة نكمل حوارنا مع إياد نصار في واحد من الناس. كل واحد فينا صغير ليه قدوة، أنت كمين قدوتك؟ القائد المستخبي ده اللي مش باين وشه بزيك كده حاجة كده. شايف إن في مشكلة إن يكون في سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ السلام بالمفهوم الحقيقي. ازاي انتقلت بقى من امام الميكروفون الى امام الكاميرا؟ مع احترامي للمهنه بس انا مش لاقي نفسي فيها. ساعات في رسامين كده لما بيعيشوا قصه حب في حياتهم يحب يرسم اللي بيحبها، حصل معاك؟ رسمتها بالقهوه. هل انت نادم على قيامك بعمل مسلسل الجماعه؟ والله يا استاذ عمرو بص يعني الموضوع حساس جدا. اياد النهارده بعد وصول جماعه الاخوان المسلمين الى تحقيقهم الاغلبيه تحت قبه البرلمان، ومن ثم وارد جدا تشكيلهم الحكومه القادمه، ومن ثم وارد جدا ان يكون رئيس الجمهوريه القادم رغم ان هم بينفوا ده قد يكون ينتمي الاخوان، هل انت نادم على قيامك بعمل مسلسل الجماعه الذي كان ينتقد جماعه الاخوان المسلمين؟ نادم لا. يعني انا مش نادم، اكيد مش نادم، يعني انا دخلت العمل ده وانا مقتنع تماما باللي عايز يقوله المسلسل، فانا ما فيش حاله ندم يعني. طب احكي لي كده من البدايه الموضوع جه ازاي، يعني حصل توافق بينك وبين الاستاذ وحيد حامد ازاي على فكره انك انت تعمل دور المرحوم الشيخ حسن البنا، وهل كان في وجهه نظر سياسيه بتحكمك انت شخصيا وانت بتعمل هذا العمل ولا لا؟ هو الاتفاق حصل انه كلمني استاذ وحيد حامد وقال لي انا عايز اشوفك، ورحت قعدت في مكان بيقعد فيه كده، وقال لي اتفقنا بالاجماع انه تعمل شخصيه حسن البنا. عندي فكره طبعا، قريت عن المسلسل انه بيتحضر، وما كنتش متوقع انه انا اعمل حسن البنا، رغم انه انا شخصيه حسن البنا قريت عنها كتير يعني وانا صغير يعني، فعندي فكرة يعني مش شخصية لأول مرة هقرأ عنها، ومن الشخصيات اللي أنا متحمس لها يعني. يعني أنا كنت بقول دايما أنه أنا في حسنين، حسن البنا وحسن الصباح، دول الشخصيتين هوسي يعني أنا حب أقدمهم في يوم من الأيام للدراما. فواحد من الحسنين حصل اللي هو حسن البنا، إن شاء الله حسن الصباح مشروع قادم يعني. زعيم الحشاشين؟ زعيم الحشاشين. فاعتقد يعني ممكن من شكل الاجابه دلوقتي. الصباح كمان عنده قصه حب مع بدور بقى، قصه وفكره التنظيمات السريه دي اساسها منين يعني؟ ملهاش عمق ديني يعني، التنظيمات السريه عمقها مش ديني، عمقها سياسي بحت وتصفيات ومصالح. فده موضوع لازم نسلط عليه الضوء عشان ما تقعدش كل الحركات لها الشكل العمق الديني واخدة التعاطف الديني ده برضو، ما دي حركات عمقها واساسها مش. انت شايف ان الاخوان واخدين هذا البعد، واخدين تعاطف نتيجة ان لهم بعد ديني؟ اكيد جزء كبير من التعاطف، واللي يعني اللي هيأكد القادم شكل الاصلاح القادم. يعني اكيد الكل مستني مين مكان اللي هيكون موجود في سدة الحكم وفي السلطة انه يعمل اصلاحات حقيقية. فالانتظار صعب يعني، الانتظار صعب على شعب عانى فترة طويلة، لكن قدر انه يستنى كمان شوية ويشوف نتائج. طيب نرجع للجماعة، انت لما جيت استاذ وحيد اختارك وقال لك هتعمل دور حسن البنا، انت كان موقفك المبدئي ايه من جماعه الاخوان او عامه من التيارات التي لها خلفيات اسلاميه؟ والله يا استاذ عمرو بص يعني الموضوع حساس جدا، عرفت؟ لو انا اضمن انه النقاش يكون بالصيغه الحقيقيه للنقاش انا هقول كل ارائي، انما انا بقول ارائي دايما من خلال شغلي، فهو شغلي هو اللي هيوضح يعني نوع العمل اللي كنت فيه والطريقه اللي قدمت فيها الشخصيه هو اللي هيوضح موقفي، انما النقاش على ترابيزات مختلفه مش امام الكاميرا. طيب لو جماعه الاخوان قررت النهارده تعمل الجزء الثاني من مسلسل الجماعه وطلبوا منك انك انت تكمل المسلسل وتلعب دور الشيخ حسن البنا في الجزء الثاني، هتوافق؟ لا. ليه؟ لا، اولا المساله مهنيه جدا، انه انا ما بحبش اكرر دور انا قدمته،
ثانيا مش من المنطق انهم هم يعني اعتبروا انه العمل كان موجه ضد الاخوان، هم اعتبروا كده، فمش من الطبيعي انه اكون انا نفس العنصر موجود هنا. فاعتقد حتى هم مش هيطرحوا القرار ده، يعني مش هيكون خيار من خيارات اياد نصار يقدم حسن البنا، فبالاساس مهنيا مش هيكون صالح وفكريا مش صحيح. استاذ وحيد حامد كان بيقول لي من فتره بسيطه بس يمكن قبل ما الاخوان يكسبوا بالاغلبيه في البرلمان ان هو بيفكر يعمل الجزء الثاني ومن خلال نفس الشركه، شركه الانتاج. هل انت هتوافق تكمل معاه الجزء الثاني لو طلب منك من قبل وحيد حامد؟ طبعا طبعا هوافق. حسب الضروره الدراميه، لو كان وجودي كمان كحسن بنا موجود اكيد هكون موجود، بس اكيد مش هكون شخصيه ثانيه طبعا. بس البعض بيشوف المسلسل لما اتعرض ساهم بشكل كبير في زياده التعاطف مع الاخوان المسلمين، خصوصا ان لوقت انتاج المسلسل كان الاخوان مستهدفين بقى لهم 80 سنه بيعذبوا في المعتقلات وفي السجون، كان بيمارس عليهم ابشع اساليب القهر من قبل النظام السابق، نظام مبارك السابق، وان هذا المسلسل لما عرض في التوقيت ده عرض لخدمه اهداف خاصه بالدوله او بالحكومه او بالنظام عشان خاطر محاوله انتقاد او تشويه شكل الجماعه عشان خاطر لا يفوزوا بالانتخابات البرلمانيه في عام 2010. لكن البعض بيشوف ان ده حصل عكسه، ان الناس تعاطفت اكتر مع الجماعه بعد عرض المسلسل. شايف الرأيين ازاي؟ انا شايف وانت طبعا أنا ضلع من اضلاع، انا شايف ان الرأيين يفتقروا لعلميه الماده الفنيه. واعتقد انه ده قصور منا احنا كممثلين وكفنانين في ايضاح فكره دور الفن. والسبب برضو انه بعض الفنانين بيطلع بيتكلم في فكره رساله العمل وهدف العمل. احنا مش مدرسين، ولا عمره الفن كان دوره يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. الفن بيصير اسئله، بيسلط الضوء على منطقه، بيخلق اسئله عندك انت كمشاهد، انت تجيب على هذه الاسئله، اوكي، وبتحدد بناء على شكل معرفتك. لو كانت معرفتك فيها قصور في الاجابه على الاسئله هتروح تدور على المعلومه او تحرك نوع من العواطف جواك اللي هي تخليك تفكر تاني ايه الاجابه على الاسئله دي. فعمر الفن ما كان دوره يقول لك حب فلان او اكره فلان، ده كويس وده وحش. لا لا، انا مش اكثر خبره من المشاهد حياتيا، ومش اكثر حتى لو الفنان نفسه عنده موقف سياسي، حتى لو عندك موقف سياسي لازم الموقف السياسي ده الشخصي يختفي وتشتغل الشخصيه بموضوعيه بما يثير الاسئله الحقيقيه عند المشاهد. فالمشاهد اللي تعاطف مع شخصيه حسن البنا فهو اجاب على اسئله تدعو للتعاطف مع شخصيه حسن البنا، والمشاهد اللي قدر يحس انه اختلف وتاكد خلافه معاه فهو اجاب على اسئله. فهو ده دور الفن الحقيقي، هو يؤكد دواخلك بشكل حقيقي، يؤكد هل انت يعني حتى على مستوى بسيط لو شفت شخصيه شريره وانت تعاطفت معاها اكد على الجزء الشرير اللي جواك او اللي جواه انت مش شرير خالص. ده دور الفن. اعتقد انه احنا كفنانين اسأنا برضو لفكرة دور الفن في المجتمع، بمعنى انه كنا يعني نسبة كبيرة بتطلع تقولك دور او هدف المسلسل او رسالة العمل او رسالة الفيلم. لا، مش ده دور انت مع نظرية الفن للفن يعني. لا مش نظرية الفن للفن، انا مع نظرية الدور الحقيقي للفن. الدور الحقيقي للفن هو، ودي خطورته، ده مش يعني دي مش بساطه في الموضوع. أيوة. انا سهل جدا انه انا اعمل انه هدف الفيلم ده مش عارف ايه، فانا اقوم جمله في الاخر زي الافلام الامريكاني دي عشان صناعه كده، فجمله في الاخر خلاص بالمعلقه وياخد المشاهد المعلومه. الاصعب انك انت تحرك اسئله وتخلي المشاهد يوصل للنتيجه بنفسه. طب مش شايف ان حصل انقسام على الشخصيه يعني بعد عرض المسلسل؟ في كتير حبوا الشيخ حسن البنا لما كانوش يعني يعرفوه، بعضهم راح جاب كتب عنه قراها، والبعض يمكن نسبه اقل اختلفوا معاه. ده بياكد انه احنا اشتغلنا. حسيت بالديبيت ده اللي حصل بعد عرض المسلسل؟ انا حسيته، بس انا متوقع ده لانه احنا اشتغلنا العمل بناء على فكره حقيقيه لدور الفن. يعني انا كنت متوقع انه كله هيروح يدور على المعلومه. طب انت شفت حسن البنا ازاي اللي انت لعبت دوره بقى؟ انا عشت مع تفاصيل حياته وشخصيته. انا لازم احبه، ما ينفعش انا اشتغل شخصيه واخد منها موقف، او لازم احبها اتبناها تماما وأقدمها بمنتهى الحب والإيمان والاقتناع عشان أكون حقيقي وصادق في اللي بقدمه. ده اللي قدمته. فدلوقتي أنا ما أقدرش أقول لك أنا موقفي الشخصي، لأنه خلاص أنا قدمت الشخصية.
لكن لو انا كنت ممثل مش من مجموعه مسلسل الجماعه كان ممكن نقعد نتكلم واقول لك تسالني هو رايك ايه في حسن بنا فاقول لك. لكن انا قدمت الشخصيه، ما ينفعش دلوقتي اعمل الفصله دي، خلاص صعب. لما بنبدا نبص على ثورات الربيع العربي اللي بدات شرارتها الاول في تونس ثم انطلقت في مصر ثم في ليبيا ثم في سوريا ثم البقيه تاتي، السمة الغالبة هو سيطرة الإسلاميين على الحكم في الدول التي قامت بها ثورات الربيع العربي، ده مؤشر ليه؟ منظمين أكتر، يعني الجماعات الإسلامية منظمة وعارفة تتواصل مع الشخص البسيط في الشارع وأفكارها واضحة، و يعني بعض السياسات اللي اتعاملت معاهم بحالة قمع وقربتهم للناس أكتر، فهم قريبين من الناس فاهمينهم أكتر. أنا بعتقد إنه دور الحركات الباقية اللي مش منتمية للتيارات الإسلامية إنها تستفيد من التجربة دي، تستفيد وتشتغل وتشوف إيه فين القصور اللي كان حاصل عندهم، ليه هما مش قريبين من الشارع، ايه اللي لازم يعملوه. فهما اثبتوا في خلال الثورات الموجوده في المنطقه العربيه هما الاقرب للشخص البسيط. هل يخشى على الابداع وعلى الفن من وصول التيار الاسلامي الى الحكم في تلك الدول العربيه؟ انت كفنان تخاف من وصولهم للحكم؟ والله انا ما عنديش الاسلاموفوبيا دي، انا مش متخوف من الحاجه، انا موجود وبقدم مادة فكرية وهفضل موجود. يعني خلينا نفترض السيناريو الأسوأ، هيمنعني أقف قدام كاميرا؟ عندي انترنت، أنا موجود ومشروعي مكمل، مش هيوقفه حد، مفيش حد هيوقفه إلا رب العالمين، خلاص لما ينتهي عمري خلاص انتهى. إنما أنا مشروعي مكمل له مليون طريقة، مش هيوقف. يعني انا مش واقف بس والله انا مفيش كاميرا سينما مفيش كاميرا تلفزيون فانا انتهيت، لا انا ما انتهيتش، مش هنتهي، انا فكره موجوده، انا فكره وموجوده وعندي افكار هقولها بكل الطرق. عندي الطريقه الموجوده دلوقتي الكاميرا هي الاسهل والاسرع ماشي، لو ما كانتش موجوده في طرق كتير. طيب عايز اخد انطباعك عن ثورات الربيع العربي، يعني عايز اشوف هل هذه الثورات قامت فعلا لان الانظمه كان يجب ان تسقط وان خلاص الناس فاض بيها الكيل في الدول العربيه، ولا الثورات دي قامت كما يردد البعض لوجود بعض التدخلات الخارجيه، ولا قامت عشان خاطر الاسلاميين يصلوا في النهايه الى الحكم؟ هل ايه الاسباب في تقديرك لقيام الثورات الربيع العربي؟ وهل تعتقد انها ممكن تمتد للاردن مثلا وانت تعيش في الاردن، تمتد للسعوديه وانت كنت عايش في السعوديه؟ والله انا مش قادر اتوقع، لانه لغايه دلوقتي الثورات ما حسيتش انها وصلت للمكان اللي قامت عشانه. فمش قادر اتوقع، والسيناريوهات تختلف. يعني سيناريو الثوره نطبق على مصر مثلا، سيناريو الثوره المصري مختلف تماما عن سيناريو الثوره الليبيه مثلا. فهل كان سيناريو الثوره الليبيه هو تخويف لبقيه الثورات؟ انه لا، هو مش كل الثورات هتمشي كده يعني بهدوء وانه خلاص ومن غير نعم كان في شهداء، لكن كميه اراقه الدماء الموجوده في ليبيا اللي حصلت في ليبيا او تحصل في اليمن او في اليمن سيناريوهات مختلفه. هل هي سيناريوهات تخويف مثلا، ولا هي سيناريوهات مختلفه من الثورات؟ فاعتقد انه الانظمه كمان محتاجة انها ترجع تفكر اللي ما حصلش فيها ثورات، محتاجة ترجع تفكر تفكر صح. واحنا محتاجين انه فعلا دائرة الثورات تقفل ونشوف النتيجة. بس الخوف انها تطول، ده الخوف. لو طول التأثير ده ايه؟ خاف من الفوضى. فوضى والفوضويه دي مذهب يعني اساسا. يعني فكره الاتجاه للفوضويه برضه مذهب موجود، يعني
والغاء المؤسسات، انهيار المؤسسات، وانت تكتشف فعلا وانت في يعني في دول بلا مؤسسات، يعني مؤسسات شكليه، لكن انهيار الراس انهيار كل المؤسسات. مشكله انك انت تكتشف ان مؤسسه تعليم منهاره تماما، مؤسسه امن منهاره تماما، مش موجوده. فاحنا محتاجين انه فعلا نكون دول مؤسسات حقيقيه مش شكليه، وما نتسلمش للفوضى. حتى لو كانت الفوضى بشكل غير مدروس كده نروح للفوضى، او كانت الفوضوية شغالة بشكل حقيقي وعايزين نوصل للفوضوية ونكون احنا حاكمين نفسنا بنفسنا وبلا مؤسسة. طيب هل انت ايدت الثورة المصرية؟ هل نزلت التحرير مثلا؟ بصراحة كان صعب انزل التحرير. ليه؟ يعني انا عشان بتحرك في الفترة اللي كان في وقت نزول التحرير كان في تدقيق على الموضوع، فكنت هتحرك بالباسبور الاردني، وده كان في مشكلة بصراحة. وحساسيه هم اللي كان عليك يعني. يعني اعتقد ان اللي كانوا في التحرير مش ناقصين كم اتهامات عشان كمان يخش حد عليهم باسبور اردني. بس تسجيل موقف حتى كفنان عربي، انا كنت موجود باللجان الشعبيه، حاولت افضل موجود ما اسافرش يعني، وفضلت طول الفتره قاعد. كنت بقى بتامن وحاجات زي كده؟ اللجان الشعبيه كنت موجود قدر الامكان. بتفتش العربيات وتقول وريني رخصك وحاجات زي كده يعني؟ كنت بحاول، لانه الموضوع انا غريب عليا، بس انا كنت بحاول انه اكون موجود يعني اعمل دوري. لكن مشاعرك ايه تجاه الثوره المصريه؟ مؤيد ليها؟ مختلف معاها؟ لا مش مختلف معاها ابدا. يمكن في البدايه انا ما كنتش فاهم، ويمكن عندي عذري كمان، لانه انا برضو كمان في اسماء كتير ليها تاريخ معين محتقن عند الناس انا ما شفتوش. طبعا يعني ما عنديش فكره. يعني مش هقول لك انك انت مقيم في مصر عشان تقدر تحكم يعني. يعني انا كان او لم يعني تعيش المراره اللي عاشها. كان بقالي 4 سنين كنت شايف يعني شايف الشارع، شايف التفاصيل، عندي فكره، لكن برضو 4 سنين مش كفايه تخليني انا احس بنفس الوجع. لكن كان عندي احساس فكره انه لا، في ظلم واقع على الشعب، في ظلم حقيقي، فكان يعني كنت في البدايه مش قادر استوعب، احاول افهم ايه اللي بيحصل. طب بعد مرور سنه، احنا كنا لسه بنحتفل او يمكن لا ده في الفتره الثوره في البدايه، يعني كنت بحاول افهم ايه اللي بيحصل. دلوقتي شايفها ازاي؟ والله خايف عليها شويه يعني. يعني خايف انه انا حابب انه فعلا تحس انه البلد راحت في مكان افضل. اتمنى انه الموضوع يكون للافضل فعلا. انا 4 سنين لي اصدقاء، لي ناس بحبهم في مصر، التعامل تحس انه الشعب يستحق الافضل. الشعب يستحق الافضل اول. فكفايه ظلم كتير يعني، فاستحق انه يكون في مكان افضل. الانتماء اللي كنا احنا بره مصر بنشوفه في الشخصيه المصريه، ده دوره، ده وقته دلوقتي. كنا نحسد الشخصيه المصريه على حبها للمكان مش للافراد، للمكان. عايز دلوقتي الوقت الحقيقي لتطبيق ده. بعد الثوره ظهرت حاجه اسمها القوائم السوداء، مش عارف طلعت عليها ولا لا، وحطوا فيها اسماء بعض الفنانين كبار وصغار ومتوسط الاعمار، حطوهم في القوائم السوداء. اولا المبدا او فكره القوائم السوداء، هل انت تقبله ام ترفضه؟ يعني انا عديت المرحله دي، ما يعني ما كانش عندي اي تعليق في فتره من الفترات. كان في حاله ديكتاتوريه جموع في لحظه من اللحظات للانفعال اللي موجود، فكنت انت صعب تعبر عن رايك بشكل او باخر، تعترض على جزئيه او تقول دي جزئيه مش صحيحه، لانه برضو كانت الحاله لسه في حالتها الانفعاليه دي، فكان صعب. يعني انا اعتقد انه كان مش من الذكاء من بعض الفنانين اللي خرجوا يصرحوا والحاله انفعاليه لسه، يعني ما خدتش الحالة الهدوء اللي هو تبتدي تفكر في التفاصيل. عشان كده القوائم السوداء دي بعد فترة اتلغت، يعني ما عادتش موجودة، لانه الموضوع بقى عقلاني اكتر من انفعالي. صحيح. فانا بعتبرها كانت قوائم انفعالية، والغلطة كانت من بعض الفنانين اللي قاموا بالتصريحات. كان المفروض انه يعني يستنوا الحاله الانفعاليه تهدى شويه، والموضوع التفكير ياخد مساحه اكبر لغايه ما تمدي رايك لو انت معترض على جزئيه معينه. حتى الاعتراض كان هيكون اخف برضه، مش انفعالي بالطريقه اللي هم عبروا عنها. عشان كده انا شفت ان القوائم السوداء الموضوع اختفى، ما عادش موجود.
فين اياد نصر؟ يعني ليه مش شايفك زي ما انت موجود في الدراما التلفزيونيه موجود في السينما بنفس القوه يعني؟ هو لسببين، اولا صناعه السينما سوق جديد بالنسبه لي يعني. انت ليك كذا فيلم الحقيقه يعني. انا كانت تجارب السينما ما كنتش مثلا يعني ما كنتش شايل دم الفيلم، انا كنت كده جزء صغير في الفيلم يعني. سواء من تجارب ادرينالين دي كانت اول تجربه مع خالد مع خالد الصاوي، وكانت اول مره اتعامل مع كاميرا السينما يعني ما كنتش اتعاملت قبل كده. كان في قبلها تجربه بصره، دي كانت فيلم ديجيتال، وبعد كده حفل زفاف برضو كنت جزء من الفيلم، وبنتين من مصر كنت جزء من الفيلم، و يعني كانت مشاريع كنت بحاول افهم السوق ده لانه الصناعه دي جديده بس. لكن حاليا انا خلصت تصوير فيلم ساعه ونص، ده كان انتاج الحاج احمد السبكي، وهو فيلم نفس نوعيه فيلم كباريه والفرح اللي هو مكان واحد يدور فيه مجموعه احداث، لكن هو في قطر، في قطر وفي شرايح ناس وفي ممثلين كتير يعني اسماء كتيره من نجوم صعب اقول الاسماء. وخلصت تصوير اول بطوله مطلقه ليا اللي هو كان مصور قتيل اخراج كريم العدل وتاليف عمرو سلامة. ده اول بطوله مطلقه لك؟ ده اول بطوله، والنوع يعني مكتوب يعني هو فيلم تشويقي لكن مكتوب بطريقه حلوه يعني. حسيت انه النص انا حبيت الورق، حسيت انه النوع ده طالما هو مكتوب صح فما عنديش مشكله ان اكون في النوع ده طالما هو مكتوب بطريقه صحيحه. فدي تجربتين يعني ان شاء الله خلال الاشهر الجايه هيكونوا. شايف نفسك اكتر في السينما ولا في التلفزيون؟ مش عارف، انا طول عمري بقول انه التصنيف ده انا مش معاه يعني، انا مع المشروع كويس. لا طب حتى الجماهيريه بتستمد اكتر من التلفزيون ولا من السينما؟ يعني مسلسل زي الجماعه بتعرض في رمضان بيعمل مشاهده اكتر، ولا فيلم سينمائي حتى لو كان عامل نجاح كبير يبقى ليه مشاهده اكبر؟ والله انا شايف طبيعه الجمهور في المرحله اللي احنا فيها تلفزيوني اكتر من سينمائي. فالتلفزيون قادر يحقق لك فكره الحضور، وقادر يحقق لك فكره المشروع كمان اكتر. السينما يعني محتاجه شويه وقت لغايه ما تستقر، محتاجه شغل لفكره انه تستعيد الجمهور اللي هرب منها. في جزء كبير من الناس ما عادتش تروح سينما. طب ليه هرب منها الجمهور؟ النوع يمكن حصل، يمكن اللي حصل انه كذا رقم كذا مليون بيخشوا السينما، فالمنتج مركز مع الكذا مليون دول وباقي وسايب الباقي. ففي عندك ملايين ما عادتش تخش السينما، بس انت مركز على دول، هم دول اللي انا مركز معاهم، هم اللي بيخشوا السينما. فلا انت اشتغل على فكره استقطاب الناس اللي ما عادتش، رغم انه كان اعتقد انه كان في جزء من اسبوع المواطن المصري انه ينزل سينما في فتره من الفترات، لازم يكون في راح سينما او مسرح. الشخص ده ما عادش يروح. الواحد بقاله زمان يا اخي والله، انا شخصيا بقالي فتره رغم ان انا من عشاق السينما بقالي فتره طويله ما رحتش السينما. لانه اكيد مش حاسس انه في حاجه يعني بتمسك او بتخصك في الافلام المعروضه. لانه هي رايحه الجمهور بتاعها محدود وخلاص. فاللي يضحك فكره انه انت تعتبر انه الفيلم ده نجح لانه الكذا مليون اللي انت مراهن عليهم دخل اكبر نسبه منهم. لا انت ما ربحتش، انت خسرت، انت هتخسر طالما انت بس بتراهن على المليون دول او الكذا مليون اللي بيخشوا السينما هتفضل تخسر. في مصطلح معروف جدا وبدا مع منتصف التسعينات اسمه السينما النظيفه. توافق عليه؟ يعني انا ما احبش انه يعني ما احبش مثلا انه انت مثلا مع فيلم فيه مشاهد معينه، لا قول لي ايه الفيلم يعني مش ده اللي هيحدد اقول على الفيلم ولا اقول لا انه في مشاهد ولا مفيش مشاهد. ايه الفيلم؟ هو يمكن فيلم تافه وما فيهوش ولا مشهد، لا مش هشتغل يعني. مش ده اللي يخليني احدد انه قبول او رفض الفيلم او رفض العمل. مش دي المواضيع. الفيلم اكبر من كده. لا بس بيتكلموا يا اياد على فكره يعني ازاي تروح سينما انت ومراتك واولادك وتقعدوا فيها وانت يعني مطمن ان مش هيكون في مشاهد خارجه او حاجه تتكسف ان اولادك يشوفوها. ده المصطلح يمكن او ده ما يطلق عليه السينما النظيفه. هل انت مع السينما دي؟ هل انت من النوع اللي بيراعوا في اختيار ادوارهم مثلا ان ما يكونش في مثلا قبله، مشهد في السرير، حاجات زي كده للاسره المصريه، ولا انت مع فكره العمل الفني زي ما يطلع وزي ما يطلع شكله طالما السيناريو بيقول كده؟
انا بشوف انه طالما الموضوع يعني انت طالما انت مع فكره غير مؤذيه للمشاهد انا معاها، بس ده لا يعني انه انا مؤيد لفكره سينما نظيفه والتصنيف ده. السينما لا تصنف كده، يعني انا مش مؤيد لفكره انه السينما نظيفه والسينما مش نظيفه، انا مش مؤيد ابدا للموضوع ده. انا مؤيد لفكره انه احترام شكل تفكير معين، وده الاحترام ده بيتم من خلال تصنيف الافلام. يعني لو حصل تصنيف للافلام انه ده للكبار، ده للسن معين، انت بتحترم ده، وبيبقى خيار المشاهد نفسه. انت يعني هو اللي يلام لو هو دخل وحس انه الموضوع اذاه نفسيا، او هو اللي يلام مش انت كواحد من الصناعه. انما انا مع فكره التصنيف، تصنيف الفيلم للعمر، لانه كمان ممكن يكون فيلم عنيف فلا يصلح، مش شرط بس المشاهد. فانا انا ضد ان مثلا اكون في فيلم سينما عنيف للاطفال، اكيد. فنفس الحكايه انا ممكن اكون ضد فيلم في مشاهد معينه وهو يعتبر فيلم عائلي، ما اقدرش اكون في التركيبه دي. يعني لازم اكون فاهم انا نوع المشروع اللي انا فيه ولمين رايح لمين. لفت نظري انك انت بعد ما عملت مسلسل الجماعه، وانا توقعت انك انت هيكون بقى الاعمال اللي جايه بعد الجماعه كلها بطولات منفرده في التلفزيون، شاركت في عمل انا بشوفه عمل متميز، لكنك كنت فرد او كنت عنصر من ضمن عناصر البطوله في المواطن اكس. طبعا المسلسل نجح في رمضان اللي فات وعمل جماهيريه كبيره. اولا ليه وافقت على فكره انك انت تكون تنزل درجه بعد ما كنت في بطوله مطلقه تبقى ثاني بطل وسط مجموعه ابطال؟ مش عارف يعني، مش هقدر اقول لك. حسبتها كده؟ لا مش هقول لك ان انا ما نزلتش درجه. يعني لانه مش انا اللي هقول، يعني هو المفروض ان هو لا طبعا، لكن الحمد لله لا مش نزلت فنيا. انت طبعا المستوى متميز، بس بتكلم على فكره البطوله الجماعيه بعد ما عملت بطوله منفرده، يعني ولا انت ما بتحسبهاش قوي كده؟ لا انا حسبتها بالعكس، يعني انا في مواطن اكس حسبتها جدا، ولما نجح المسلسل يعني عملت شابو لنفسي انه صح، انا اخذت قرار صحيح. انه كان مطروح فكره انه انا اكون في بطوله، وخصوصا بعد الجماعه كان شكل الاعمال اكتر باتجاه السيره الذاتيه. فكان يعني فكره انه يكون الاسم المسلسل باسمي، يعني فلان الفلاني، بس ما اغرتنيش لانه حسيت انه بعد الثوره في منطق مختلف. يعني الثوره قامت على المجموعه والكل كان فيها ابطال، فاول انعكاس على الشكل الفني للثوره هو فكره البطوله الجماعيه. يعني ما عادتش ديكتاتوريه الفرد الواحد حتى في الشكل الفني، فقلت ممكن هو ده يكون هو الانسب للعمل ما بعد الثوره. مش لانه بس العمل تطرق للثوره، لا حتى لو كان، فكان في نجاح برضه العمل بالشكل الثاني اللي هو دوران شبرا مثلا، كان برضه من الاعمال اللي كان عمل بطوله جماعيه، فبرضه حقق مشاهده، نسبه مشاهده. فواضح انه ما بعد الثوره كان المشاهد متعطش لفكره انه يشوف برضه الحاله المجموعه دي برضه منعكسه على شكل الدراما. لكن ما خفتش انك انت تلعب دور ضابط بوليس؟ رغم الانتقادات ساعتها، وانت تصوير تم بعد الثوره كان في انتقاد رهيب للداخليه في مصر والانتهاكات اللي كانوا بيمارسوها بعض ضباط البوليس تجاه المواطنين. بالظبط، هي كلمه بعض الضباط، يعني متفقين تماما انه مش كل الجهاز الامن هو جهاز فاسد. لا، في ضباط شرفاء وهتلاقيهم قريبي وقريبك وناس نعرفها ونتعامل معاهم. وبالتالي نموذج الضابط الشريف ده نموذج موجود، نموذج الضابط اللي بيقدم واجبه بطريقه صحيحه وبيدور على الحقيقه بطريقه صحيحه. عشان كده انا كان خوفي من فكره انه انا مش عايز اقدم، يعني طالما انا اخذت القرار انه هذا هو ده شكل العمل الانسب ما بعد الثوره، يبقى شكل الضابط لازم يتغير ما بعد الثوره. حتى دراميا، يعني مش شرط الحياه لكن دراميا. فعشان كده انا ما خدتش الشكل، رغم ان الاحداث تقع قبل الثوره وتنتهي بالثوره، لكن الضابط نعتبر انه كان في وجود لشكل الحساسيه لسه بين المواطن والضابط. فكره الضابط بشكله القديم مرفوض، والشكل الجاي مش معروف. وبالتالي انا راهنت على فكره الضابط اللي جاي حتى لو كان ما قبل الثوره، فاللي هو الشكل كان خاص، يعني مش شكل مألوف لشكل الضابط، ولا حتى حركه الضابط وشكل التعامل مع الناس وكده. فروحت في حته شويه مش هقول جديده، لكن يعني حاولت اكتشف منطقه جديده في شكل الضابط. فده اللي خلى انه حاله القبول للشخصيه دي ما نفروش منها، لانه في الاخر احنا متفقين انه
جهاز الامن في الشريف وفي الفاسي. هل المسلسل ده كان فيه نوع من تملق الثوره شويه او تغيير الاحداث يعني عشان خاطر يتم تملق الثوره؟ لا هو العمل كان مكتوب قبل الثوره، لكن انا ما عنديش فكره عن الورق. هل غيروا احداثه؟ اكيد اكيد صح، اكيد. يعني انا مش من، انا ما بحبش المراوغه اللي ببعض الاوقات من العناصر الموجوده كانت معانا في المسلسل يقول لك لا هو المسلسل كان كده قبل الثوره. لا ده مش بس المسلسل ده الانطباع ان الثوره قامت عشان خاطر المسلسل. لا يعني المبالغه لا تصدق يعني. كمان يعني ولا كان اكس المقصود بيه خالد سعيد؟ تقاطع مع فكره خالد سعيد يعني تقاطع، لكن ما كانش مقصود بيه خالد سعيد. لا انت مش يعني بعد الثوره انت مش محتاج للتوريه دي عشان تقول حكايه. لو كان الموضوع طرح لحكاية الشهيد خالد سعيد كان يطرح خالد سعيد بالأسماء بالموضوع نفسه. بس البعض اعتبر ان الشهيد خالد سعيد لان طريقة الوفاة وان برضو كان مات نتيجة اعتداء من الداخلية عليه. البعض ربط الحقيقة بين الاثنين، استند عليه. بس يعني برضو احنا متفقين انها ما كانتش الحالة الوحيدة، برضو في حالات كان قبل كده بنفس الفكرة، فهي ما كانتش الحالة الوحيدة، ولكن استند على الحدث ده وتم التعديل. يعني كان مكتوب بطريقة وبعد الثوره تم التعديل على الورق بحيث انه رفعوا سقف الموضوع اكتر. بعض الاعمال برضو اللي اتقدمت في نفس الوقت في رمضان اللي فات برضو كانت كلها بتنتهي بقيام الثوره، رغم ان حتى ممثليهم بعضهم كان ليه موقف ضد الثوره. يعني هل شايف ان في محاوله مغازله من بعض الاعمال الفنيه للثوره؟ هل شايف ان في بعض الفنانين اللي كانوا ضد الثوره بيحاولوا ان هم يعني يغسلوا ايديهم من مواقفهم السابقه من خلال اعمال تمجد في الثوره؟ وهذا مقبول ولا لا؟ خلينا نقول بيعتذروا، يعني ممكن شكل من اشكال الاعتذار. يعني انت ممكن يكون قرايتك للوضع مشوشه، تخاف، تقلق، تنفعل. في الاخر احنا بني ادمين يعني، فممكن تكون قرايتك غلط، ومش كلنا نمتلك نفس الدرجه من الوعي بحيث انك انت تقرا اللي جاي بشكل واضح فتقوم منفعل باللحظه. لو بعض الفنانين اللي كان ليهم موقف ضد الثوره مثلا قدم عمل له علاقه بالثوره، فخلينا نعتبر انه ده اعتذار. في الاخر احنا كلنا محتاجين انه النسيج ده يرجع يتماسك، ما اكيد ما فيش حد حاب انه النسيج ده يتفكك. فكل ما كان الموضوع محتاج ولو كان رحابة صدر ولا يعني مفيش ابسط من القرار ده. بس هل الوقت مناسب النهارده عشان احنا نعمل اعمال عن الثوره او نأرخ للثوره، ولا محتاجين وقت شويه؟ والله لا، انا رايي يعني انا حاليا امتنع عن اي عمل له علاقه بالثوره، لانه انا حاسس انه الموضوع محتاج خلاص يعني، لانه بعد كده هيبقى تجاره يعني. والارواح والشهداء والمطالب وكل ما يحيط بظروف الثوره مش محتاج تجاره دلوقتي. ف بالعكس انا متعمد جدا في العمل الجاي باذن الله انه ما نقربش من ناحيه السنة. مشروعك اللي جاي ايه؟ والله هو مشروع يعني انا يعني في مرحله دراسه لفكره انه انا لاول مره في حياتي هكون في مسلسلين. المسلسل يعني هما كتير. مش قلقان انك انت يبقى في انتشار اكتر من اللازم في سنه واحده؟ لا هي مش انتشار، هو زي ما خلاني مثلا السنه اللي فاتت اخد قرار فكره مجموعه يعني بطوله ضمن مجموعه. حاسس انه استراتيجيا فكره المسلسلين دي هتعمل لي نوع ايه هتعمل ايه وايه؟ واحد ما اقدرش اصرح عنه، خليني اخد التصريح من الشركه. صعب والله للاسف يعني. ما بحبش اقول الجمله دي، لكن فعلا انا ما اقدرش يعني اعمل تصريح. والمسلسل الثاني اللي هو بحضره انا مع محمد ناير برضه مؤلف مواطن اكس واخراج غاده سليم، ده ثاني تعاون بعد خاص جدا، وانتاج العدل جروب، وان شاء الله يعني اكون انا وغاده عادل في المسلسل. برضه بتكلم بمنطقه اللي هو ما يسمى بالادب فارس العداله السوداء، بمعنى انه مش فكره الهيرو بالمنطق البطل النبيل. لا، اوقات انه الفساد لازم يطلع من جواه فاسد اكتر يكسره. في اللحظه دي بيكون بطل، بس بطل خلاص استهلك انتهى يعني، ما تعتبروش رمز. وبتكلم في منطقه فكره انه دي سكه جديده على فكره يعني. فكره انه احنا كمان احنا بالشعوب العربيه استهلكنا من فكره انه نصنع الرمز وينهار قدامنا، نصنع الرمز ويتكسر قدامنا. فلا خلينا احنا اللي نصنعه واحنا اللي نكسره. نصنعه ونكسره بنفس الوقت، او يصنعوا لنا رمز ويكسروه عشان يخوفونا. فلا احنا ممكن يطلع رمز من مكان فاسد، هو فاسد اكتر منهم، يكسره واحنا نقول له خلاص كفايه.
يعني ما نعتبروش رمز. فبنتكلم بالمنطق ده واللي هو بالادب يعني فارس العداله السوداء. شايف انك انت حققت ذاتك من خلال اعمالك ولا لسه شايف قدامك مشوار طويل؟ لا لسه في مشاريع كتير في حمد اعمال. يعني حققت كم في المية تقريبا في تقديرك؟ كم في المية حققته؟ لا ما اقدرش اديك نسبه بالمية يعني لانه يعني فنان طماع. فلو قلت لك بالمية فهحس انه فاضل لي مثلا كذا في المية يا كتير يا قليل فهخاف. لا انا بس انا حاسس انه لسه يعني لسه في كتير عندي. تشعر بالقلق؟ طبعا. وكل ما تحقق نقطة او توصل لمكان تشعر بالقلق اكتر. مصدر امانك تستمده من ايه؟ لا احنا مهنة قائمة على القلق. على ايه؟ قلق. القلق؟ يعني مفيش امان خالص؟ لا هي هقول لك ازاي؟ يعني انا باخد دور بقراه بستعد بجهز وفي اللحظة دي انا قلقان هو انا اخترت صح ولا لا؟ هو ده الدور اللي انا عايزه ولا لا؟ وبشتغل وبعمل كل التفاصيل وبحس ان انا عملت اللي عليا وانا قلقان هو فعلا انا خلصت عملت كل اللي انا عايزه وهو فعلا انا اللي فكرت صح. وبتطلع كل انواع المشاعر قدام المشاهد بتتعرض تماما انه انت كل المشاعر بتحبه بتكره وبتعيط وبتعمل كل وبتزعل وكل كل المشاعر قدامه بس الشعور الحقيقي اللي انت عايشه هو القلق. بس في حد يقول لي ان مصدر الامان للفنان ان هو يبقى عنده فلوس. واحد تاني يقول لي مصدر الامان يبقى عنده مشروع تجاري عشان خاطر لو وقف مره واحده لاي ظروف يلاقي حاجه يصرف بيها على نفسه. واحد تالت يقول لي مصدر الامان للفنان ان هو يبقى عنده صحه كويسه. واحد رابع يقول لك مصدر الامان هي اسرتي وحياتي. انت مصدر امانك ايه؟ يعني هما جانبين يعني انا اتكلم دلوقتي امان حياتي اكيد يعني هيكون انه انا اكون مأمن شكل الحياه كويس بعد ايام الفقر طبعا الصعبه دي اتكلمنا فيها قبل كده. اكيد يعني بيهمني انه رغم انه الايام الضنك دي مخلياني انه مش خايف انه طب يعني ماشي راح ده هرجع لحاجه انا كنت عايشها قبل كده مش متضايق او مش هتضايق. ويمكن اللي خلق لي شويه امان انه انا شخص طلباتي في الحياه مش كتيره يعني طلباتي في الناحيه دي في الحياه مش كتيره بسيطه مش حاجات عظيمه يعني صعب. فامان الحياه ده موضوع وهيفضل هوس وقلق يعني في نفس الوقت انه طب انا قادر امن الشكل ده من الحياه على طول ولا لا او لو حصل. فممكن تلاقيني بفكر في مشروع على جنب. ايه فكرت في تعمل ايه؟ المشروع الكسلان يعني العقار. العقار؟ الاستثمار الكسول. يعني هو تشتري بيت وتبيعه وحاجات زي يعني بيت تأجر بيت تشتري ولا بيت ولا فكرت تفتح مشروع تجاري؟ في فنانين فتحوا مطاعم مثلا قهاوي. مشكلتي انا الارقام بتشوشني فبخاف يعني انا ما ولا انت مش شاطر في التجاره؟ لا مش شخصيه تجاريه يعني. احس انه انا اقرب لفكره الاستثمار الكسول ده العقار. بتخاف من المرض؟ اكيد. ليه؟ عشان هيعطلني رغم انه انا ما بحبش الادويه يعني انا شخص ما بلجاش للادويه في الأرض. يعني لو عيت بتعمل ايه؟ بستنى اخلص يعني خصوصا من امراض البرد وكده بستنى لغايه ما تروح لوحدها. بتخاف من الموت؟ بيقول الموت مش مشكلتك مشكلة اللي بعدك يعني الموت مش مشكلة الميت هو مشكلة اللي بعده فبخاف على اللي حواليا من الموت يعني. لا وكمان الإنسان يكون مستعد. أنا مش شخص مؤذي مش شرير وأعتقد أنه دي أهم حاجة لأنه أذية الإنسان للإنسان هي أكتر حاجة يحاسب عليها يوم القيامة. يعني ممكن يغفر لك ربنا كل حاجة. صحيح. إلا حق بني آدم. صحيح. فطالما أنت مش مؤذي أعتقد ده خليك تنام مستريح مش تموت مستريح، تنام على الأقل مستريح. أصعب لحظة مرت عليك في حياتك إيه؟ لحظات صعبة كتيرة يمكن أصعب لحظة يوم وصلت عيلتي المطار ومشوا فرجعت البيت وخلاص عرفت إن هما البيت ده ما عادش بيت العيلة ما عادش بيت الأسرة يعني لا أوضة نومهم دي ولا خلاص ده دلوقتي أنا شخص لوحدي في البيت. دي كان بعد ما انفصلت عن زوجتك. ده اللي خلاني بعد كده أنا
ابيع كل العفش وانقل حته تانية واعمل بيت تاني. حصل لك ايه وانت راجع من مطر؟ لا كنت متقبل الفكره، بس كانت الصعوبه في اللحظه فكره انه انا، والاصعب مش في نفس اليوم يعني، الاصعب بعد كده وانا مثلا ماشي في البيت فبلاقي لعبه الاثار او لعبه الادم، وعارف انه خلاص دي ما عادتش يعني مش حاجتهم يعني ما عادش مكانهم ده، هم مش راجعين للمكان ده، ما عادش صوتهم في المكان ده، كانت دي عارف التفاصيل دي كانت صعبه، وهي لحظه بتحس يعني مش احساس كده بتحسه في لحظه، بس بيكون صعب مش سهل. بكيت يوميها؟ لا لا مش 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 لدرجه يعني مش لدرجه البكاء، انما متعب. اه متعب يعني اخذ وقت، خد وقت لدرجه انه انا فعلا اهملت البيت جدا يعني، يعني اهملته اهملته. تاكل في الشارع بقى؟ وبنام في اوتيل او كده يعني، يعني ما كنتش بروح البيت يعني. كان ليه؟ عارف البيت ده تاسس على شكل معين من الحياه، فما عادش ده الشكل، فبقى صعب يعني صعب كده تقبل التفاصيل انه خلاص المكان ده بقى حاجة تانية، او يعني مش نفس الايقاع اللي هو اللي كان عايش عليه، فكان مهمل جدا، واحسه عارف كنت كل ما اخش احس انه هو يعني حزين، بس كنت متقبل الفكرة يعني، وكنت عارف خلاص انه انا البيت ده خلاص يعني انا هخرج منه هسيبه. طيب وايه اللحظة اللي فعلا بكيت فيها في حياتك وحسيت انك انت اتظلمت؟ والله الموقف اللي حصل اللي اتكلمنا في اول حلقه اللي هو موضوع لما اتقهرت يعني، لما قلت طب انا اعمل ايه اكتر من اللي بعمله يعني، ده ما بكيت فيه. غيره الشعور بالظلم شيء قاسي. الظلم امتى حسيت بالظلم؟ والله كتير. امتى؟ كتير انا الظلم في الحياه ما يعني بتساهل معاه يعني، انما الظلم في المهنه ما بحبوش. اصعب لحظه كانت انت موقف ايه؟ اصعب لحظه كان عرض مسلسل اجتياح، وكان في رمضان ده ماليش حاجه تانية، وكنت انا كنت بصور صرخه انثى، وكان كل في الـ في الـ في الوسط او في الاردن مستغربين انه اياد راح يعمل ايه ومش هيعمل حاجه، وهو ايه اللي بيعمله بنفسه، و كان في ظلم ليا في تتر المسلسل، ترتيب الاسماء والبرومو اتشال تماما، فكنت في رمضان ده من اصعب رمضانات اللي عدت عليا، انه انا مظلوم جدا في المسلسل رغم انه انا دوري كان الـ 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 الاساس، لكن تحول لشيء هامشي، و تعرضت لظلم شديد في المسلسل ده، كنت منزعج جدا منه، ده كان من الحاجات اللي اتظلمت فيها، وبصراحة يعني كانت سبب في اني خسرت مجموعة من اصدقائي اللي كانوا في معايا في الشغلانة، بسبب انهم هم كانوا جزء من اللي حصل يعني. نقطة ضعفك ايه؟ كراجل الست نقطة ضعف كراجل كإياد يعني، إنما كتركيبة إياد النقطة الضعف أكتر حاجة بحبها الشغل يعني، هي نقطة ضعف. بتخاف من إيه؟ الفشل. بخاف من الفشل. إياد أنا دايما في نهاية حواري مع ضيفي بسأله إيه المشروع الخيري الاجتماعي اللي يحب يدعو الناس النهارده من خلال برنامجنا واحد من الناس انه يدعوهم ليه؟ انت النهارده من خلال واحد من الناس تحب تدعو الناس ليه؟ والله انا مع يعني في مجموعه من المشاريع الخيريه اللي انطلقت وليها علاقه في 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 شكل اصلاحات، شكل الاصلاح ما بعد الثوره، وانا حاسس انه من اكثر الحاجات السلبيه اللي اتسابت بسبب النظام القديم واللي هي محتاجه تفكير وشغل وهي مسؤوليه كبيره، هي واللي هتفرق جدا في حاله
إصلاحها على شكل الحياة الاجتماعية على شكل مستوى المجتمع هي العشوائيات. أنا من المتحمسين جدا لفكرة، ما أعرفش المسمى صحيح ولا مش صحيح، هو فكفكة العشوائيات أو مؤسس معنى العشوائيات. نعم، أنا مع المشروع ده ومتحمس جدا. أرجو الكاميرا قدامك، ادعو الناس للتبرع لمشروع معنى العشوائيات، واحنا هنحط رقم الحساب اللي هينزل تحتها بما انك انت يعني توجهك لصالح العشوائيات. بتمنى وبدعو كل شخص يرى شكل افضل للوطن اللي بنحبه كلنا انه يتبرع لمؤسسة معن للعشوائيات على رقم الحساب اللي هتشوفه قدامكم. المشروع يستحق منا كلنا ان نقف جنبه، وهو واحد من الاشكال اللي نعبر فيها عن انتمائنا للبلد ولأهل البلد. فأرجوكم انكم تتبرعوا للمشروع. اياد، انا بشكرك جدا على الحوار، وانا سعيد جدا، اتمنى لك كل توفيق كل نجاح. شكرا. كان معاكم اياد نصار، في واحد من الناس.